عم بيضلوا شايفين كيف؟ كانوا عم بيصلوا، شوفوا كم قنبلة صوت طلعوا على بيصلوا. طبعا القوات من ورانا لهيك رحت، القوات من ورانا، وزي ما شفتوا كيف بيطلقوا القنابل حتى على المصلين اللي بيصلوا. الشباب عم بكبروا من باب الرحمه، شوفوا. بس القوات اجت، انا مضطره اروح من هون. الوضع جدا متوتر في الاقصى. شفتوا كيف اطلقوا قنابل الصوت على المصلين؟ عز المصلين، عز اللي قاعدين بيصلوا، اطلقوا قنابل الصوت عليهم. كنا نحكي على الفطر، كنا نفطر، بعدين كنا نضحك واحنا بنفطر، وكان يضحك فينا ويتهبل. بعدين طلع بصل ماما على الجامع، بعدين ما رجعش. هلأ خلص المصلين التراويح، عناصر قوات الاحتلال بالعشرات اقتحمت ساحة المصلى القبلي وأطلقت قنابل الصوت. أنا أشوف قنابل عم شيخ، أشوف قنابل عم شيخ. كمان في داخل المصلى عم يطلقوا قنابل الصوت داخل مصلى القبلة. أمطروا ساحات المصلى المسجد الأقصى بالصوت. عدة جهات هناك الأمنية.
البيت يلا على البيت. العشرات من عناصر قوات الاحتلال اقتحمت ساحات المصلى القبلي وطلعت كل الموجودين وأطلقت العشرات من قنابل الصوت. هذا الاقتحام بس بساحات مصلى القبلي، لكن هم مقتحمين كل المسجد الأقصى، قنابل وين مكان، بساحات قبة الصخرة، بساحات المصلى القبلي،